طيب زي ما شفتوا حضراتكم اللقطات دي على الهواء، دي بداية تدريبات النادي الأهلي النهاردة في الملعب، وشفنا يمكن ظهر في الكادر كده أكرم توفيق وظهر أيمن أشرف، ويمكن نقلنا لحضراتكم كمان من دقائق وصول كابتن محمود الخطيب عشان يتابع التدريب بنفسه. أرجع لك يا شريف ونبتدي كده نعمل مقارنة سريعة في الموسم ده. أنا شايف إنه أرقام الفرقتين قريبة جدا من بعض، نستعرض معاك أهم أرقام الأهلي والرجاء الموسم دلوقتي. قبل الأرقام دي بسرعة، بلموت لاعب في أفريقيا 6 ماتشات مع ده، أنت هتتكلم على المدير الفني الأول. إحنا قلنا قبل الفاصل إن الراجل ما لعبش في أفريقيا، لا الراجل لعب في أفريقيا، لعب 6 ماتشات مع منتخب كوت ديفوار، خسر منهم 4 واخد مكسب 1 وتعادل 1. اوكي، ده تاريخه بس في افريقيا 6 ماتشات يعني. تمام، نروح للارقام بقى. لكن انت قلت لي معلومه برده مهمه جدا، ان الراجل ده هو صاحب او ليه فضل كبير وبصمه كبيره في بناء الجيل الحالي لمنتخب بلجيكا، اللي هو يعني يمكن يكون اعظم اجيال بلجيكا الكرويه على الاطلاق يعني. مظبوط، الراجل اشتغل لمده تقريبا موسمين مع منتخب بلجيكا كاسيستنت كوتش، وبعد كده بقى المانجر، لعب تقريبا 51 ماتش مع منتخب بلجيكا، كان الجيل لسه بيبدا. ايدن هازارد ودي بروينا ولوكاكو هم اللي كان بيبدا الجيل ده، هو اشتغل مع الجيل ده لما كان لسه طالع بيتصعد من المنتخب الاولمبي، كان اسيستنت كوتش وبعد كده اشتغل معاهم كمانجر، بعد كده مشي من منتخب بلجيكا وبعد كده بقى بدا كاريره، راح ايران، راح كوت ديفوار، بعد كده راح ايران، بعد كده دلوقتي موجود هو استلم بعد كارلوس كيروش بالمناسبه، صح؟ استلم بعد كارلوس كيروش. طيب نروح بقى للمقارنه بين الاهلي ورجاء. يلا احنا هنروح لمقارنه سريعه جدا، هنشوف بس حاجات يعني بالنسبه لنا هتبقى انديكيشنز للي احنا هنتكلم الموسم الحالي ده. الموسم الحالي. اوكي، هتبقى انديكيشنز للسلايدز اللي احنا هنتكلم عليها. الفرص اللي بيخلقها النادي الاهلي في اللقاء بتبقى 9، الرجاء دي معدلات اللقاء الواحد لكل فريق. مظبوط، المعدلات بتاعت اللقاء، معدلات اللقاء الواحد لكل فريق الاهلي والرجاء. النادي الاهلي بيصنع تقريبا 9 فرص في اللقاء، الرجاء بيصنع 7. النادي الاهلي الفرص الناجحه او من ال9 فرص بيحاول قد ايه؟ بيحاول 2.5 من الفرص دي الهدف. تمام، يعني تقريبا النسبه تزيد عن 25% بحاجات بسيطه. لكن فرقه الرجاء بتبقى تقريبا نسبتها 1.6. التصويبات النادي الاهلي بيصوب تقريبا 16 في اللقاء، الرجاء بيصوب 12، النادي الاهلي بيصوب 7 اون تارجت، الرجاء بيصوب 5. معدل التمريرات بتاع الفرقتين تقريبا بنتكلم في نفس الحاجه، اكتر من 500 تمريره، والنسب تقريبا 85 و82%، نسبه الدقه، نسبه الدقه بين الفرقتين تقريبا نفس الحاجه. برضو المراوغات تقريبا 23 22 14 13، المراوغات الناجحه تقريبا نفس الارقام. خساره الكره، النادي الاهلي بيخسر كره اقل من الرجاء شويه، الرجاء بيخسرها 74 معدله في اللقاء، النادي الاهلي 69 بالظبط. النادي الاهلي بيخسر 10 كرات تقريبا في المباراه في النص ملعب النادي الاهلي، الرجاء بيخسر 14، وده هيدينا انديكيشن ازاي الرجاء بيحضر الكره من تحت وهو بيشتغل في البيلد اب بتاع الفرقه. وتقريبا استعاده الكره للنادي الاهلي هي تقريبا زي الرجاء 54 54، والنادي الاهلي بيستعيد الكره في نص ملعب الفريق المنافس 10 مرات، الرجاء بيستعيدها 11 مره، يعني تقريبا بنتكلم على نفس الارقام